عندما يتحدث أيضا نجوم بحجم إبراهيم ماطر أو حتى أحمد الدوخي ومرحوم المرحوم عن الوضع الفني الحالي لكرتنا، إحنا لازم نستمع ونشوف إيش عندهم من رؤية مستقبلية وحتى رؤية حالية لأنديتنا السعودية. طبعا بالنسبة للدوري حاليا يعني اعتقد انه يعني انا تقريبا 50% الان بتكلم لك من المستويات اللي يقدمونها اللاعبين. اما بالسابق جدا كان ممتع بالنسبة اتكلم لك على المستويات اللي يقدمونها جميع الاندية. الان الاندية اللي يقدمون يعني جزء بسيط من المستويات، ممكن 3 أو 4 اندية هي معروفة في المقدمة. يعني الكرة اختلفت عن الحاضرة، نشوف أول اللاعبين يلعبون يعني بروح وبنفس طيبة، الآن عصر احتراف، العالم تبحث عن مادة. والله يا أخي شوف، كمقارنة من ناحية الإمكانيات اللي موجودة في الوقت الحالي لا شك أنه أفضل، خاصة جانب الاحتراف والتغطية الإعلامية وأيضا احتكاك اللعيبة بالجمهور والتواصل الاجتماعي، لكن كمستويات يعني هذه من الأشياء المحيرة فعلا. يعني لا زال إلى الآن المستويات اللي كانت في وقتنا يعني الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي كانت أفضل، يعني هذا وجهة نظري طبعا، أفضل مما هو حالي حال، وليس تقليلا في اللعيبة الموجودين. والله شوف المستوى العام صراحة ما عندي خلفية ولا أقدر أقيم أنا، لكن أنا أتابع بس مباريات نادي النصر، ما يعني ما أتابع الكثير من المباريات، يعني عشان كذا ما أقدر أقيم من مستوى الدوري العام. لو تقول لي اقيم مستوى فريقي ممكن اقيم لك. المنتخب السعودي يعني وصل مراحل الجميع ما كان متوقع، او على مستوى الانديه. تخيل انت الان من عام 2005 الى الان الانديه السعوديه ما حققت اي بطوله خارجيه، وهذا شيء محزن بالنسبه لنا على المستويات اللي او على الاعلام الهائل اللي قاعد يقدمونه الان، او على المستوى الجماهيري الحضور الجماهيري. لكن انا اشوف انه على المستوى الفني غير مقنع جدا. يعني اللاعبين الان عندهم امكانيات وعندهم قدرات وعندهم يعني باستطاعتهم انهم يلعبون ويحققون يعني انجازات، وهذا اللي نشوفه الان مع المنتخب السعودي بادئ في الادوار التمهيديه بشكل قوي، والى الان يقدم يعني اشياء جيده. يعني واضح، يعني الان لاحظ يعني مع احترامي لبعض الدول يعني مثل لبنان، الاردن، يعني تلاحظ ان المستويات كل ما لها في تزايد. عندك عمان، عندك قطر، عندك الامارات، لكن المنتخب السعودي يعني تتفاجأ يعني المستويات فيها نوع من التدني. يعني احنا قاعدين نشوف يعني ما في اي بطوله للمنتخب تذكر، كل بطوله ما في، واذا كان على المستوى المحلي الانديه يعني ما البطولات محلية، يعني حتى لما نجي نشارك مثلا خليجيا ولا عربيا ولا اسيويا ما في، يعني مو انا اللي اقولها، هذا الواقع اللي قاعد اتكلم عنه. طيب اسالك ابو ريان، الناس تقول الكرة اول كانت احسن من الكرة الحين. كل جيل يحن لجيله ويحن العهد اللي كان فيه. ما اعتقد انه الكره اول افضل من الكره الحاليه. انت عاد شايف الكره اول وشايف الكره الحين، اكيد انه يعني وبعين الناقد يعني الكره. انا اعتقد ان اليوم تشوف تخطيط وتشوف على مستوى عالي التكتيك، تشوف اشياء مختلفه ولا لا؟ ما تشوف، بس صح انه مستوى التنافس يعني في انديه تراجعت، مثلا الاتحاد تراجع، النصر تراجع، الشباب تراجع، الان ما في الهلال والاهلي الان متنافسين. يعني لو كان النصر في حالته الطبيعيه والاتحاد والشباب كان ارتفع مستوى التنافس، ولكن يعني الهلال لا زال قوي ويقدم مستويات كبيرة، والأهلي قوي ويقدم مستويات كبيرة، فما زال فيه يعني الكرة السعودية ما زالت كرة قوية على مستوى الأندية. طيب يعني بهالمناسبة يعني ودنا بس نهني الكابتن ياسر الشهراني بفوزه اليوم بجائزة أفضل لاعب خليجي في 2015، وهذه إن شاء الله تكون دافع له ودافع لبقية النجوم أنه كرتنا بخير وعندنا نجوم إن شاء الله. ويعني يستاهل، هو قدم مستويات كثير يعني جيدة خلال الفترة الماضية مع الهلال وحتى المنتخب.